من الرياض الدكتور جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي. نرحب فيك دكتور جمال. يعني احنا الان قاعدين نعيش حالة ووضع جديد على كثير منا، يعني صحة نفسية مختلفة تماما، تنقسم لقسمين: الناس العادية اللي هي الان ضروري انها تلازم المنزل، وناس اجبروا على انهم يمضوا وقت 14 يوم في الحجر الصحي. كيف نقدر ننعم بصحة نفسية في هالحالتين؟ جميل. اول شيء انا طبعا ايجابي، واعتقد انه احنا كلنا ايجابيين من ناحية انه الفيروس هذا، انا اعتقد انه رب ضارة نافعة، والفيروس هذا انا اعتقد انه جزا الله خير انه خلانا ايجابيين في مجتمع اظهر انه خلى الناس يجتمعون على حد واحد وقلب واحد. خلنا نكون واقعيين وصريحين، ما تم انه احنا نجلس في بيوتنا او نحجر في بيوتنا بسبب شيء يعني تزمتي او تعنتي، بل هو فائدة للانسان. الوقت هذا انا طبيعي انا اضحك انه في ابهات الان بداوا يعوا حتى يدركوا انه بدا يصبح قريب لبنته او ابنه. بدانا نشوف انه في ابهات انه كانوا ما ينجزوا اشياء في البيوت بداوا يعملوا فيها. وجدنا انه في اشياء كثيره وجد الاب والام إن يقدروا ينسقوها ويرتبوها. المحزن انه احيانا كثيره في بث معلومات خاطئه، احيانا يعني في مواقع يبث فيها يعني الإرهاب والخوف والترهيب، سواء سياسيا اقتصاديا معنويا، وليس لها يعني مرجعية، وهذه كلها يجب أن نتجنبها. الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية قال لا صحة بدون صحة نفسية، صحيح. وهذا كلام صحيح جدا، وهذا كان قبل شهرين. الآن هنا نتكلم إذا أنا موجود في منطقة لا أستطيع أن أخرج منها، لكن كيف أستغلها إيجابيا؟ وهذا جميل جدا. على سبيل المثال، أهم ناس هم أول شيء حساسين لهذا الشيء اللي هو الأطفال وكبار السن. كبار السن نتكلم فوق 60. الأطفال الصغار ما يعني له أنه هو ليش جالس في البيت، هو يعني له الدكان أو المكان اللي هو يحصل عليه من الحلاوة أو يحصل عليه من اللعبة أنها توقفت ولا يستطيع أن يذهب إليه. أصدقائه وزملائه اللي يشوفهم في المدرسة أو يتكلم معهم أو يزورهم في البيوت منع منهم. بالنسبة لي هذا الطفل أبو 3 سنين ما يعرف ليش هو، هل هو معاقب أو أنه هذا شيء طبيعي. السهل جدا أنه أتخاطب معه بعقليته، أنه لما أتواصل معه عن طريق سكايب أخليه يتكلم مع الفيس تايم مع أصحابه وأصدقائه، يبدأ هو يتطمن ويبدأ هو يستفيد من هذا الشيء. ليش؟ ما في عيب أني ألعب مع ابني، ما في عيب أني أنا أقرأ له قصة، ما في عيب أني أخليه يقرأ ويحفظ قرآن. الكبار السن نفس الشيء، كبار السن أنا أستفيد منه، أسمع منه التاريخ، أسمع منه خبرته في الحياة، أخليه يتواصل مع أحفاده، يتواصل مع أبنائه اللي هم أصغر ويمكن يكونوا في معتبر يكتسبوا خبرته. هذا كله قرب الأسرة وخلاها ملتصقة تماماً. ما في عيب ان احنا نتواصل كما تفضلتوا انه جيراني اصدقائي زملائي نتواصل فيهم اشوفهم، هل هو محتاج ان انا كطبيب نفسي او اي طبيب من معنيين باصدقائه وزملائه انه يشيك على حاله على على حالته احتياجه، هل موجود الادويه ام لا؟ انا اتكلم عن تخصصي فقط طبيب نفسي ولا اتكلم عن التخصصات الاخرى. هناك حالات من المرضى اللي هم حساسين جدا في الوضع هذا وما يتقبل او لا يستطيع انه يتاقلم على الحجر الصحي، اللي هم المصابين بالقلق التوتر، الهوس المرضي أو الهوس نسميه أو الوسواس القهري، أو اللي هو اللي نسميه الضلالات الذهنية اللي هو يعتقد نظرية المؤامرة.